طيب ايه هي بقى اهمية منتجات الدواجن في غذاء الانسان؟ زي ما احنا عارفين ان عندنا منتجين اتنين اساسيين ممكن اخدهم من الانواع المختلف من الدواجن، سواء كان دجاج، سمان، حمام، بط، وز، رومي، نعام، اميو، ارانب. عندنا منتجين اتنين اساسيين نقدر نستخدمهم في غذاء الانسان ولهم قيمة غذائية عالية. اول منتج من المنتجات ديت هي البيض بتاع الدواجن. فهنبدأ نتكلم على البيض كغذاء للإنسان. الجدول اللي قدامنا ده بيبين التركيب الكيماوي للبيض بتاع الدواجن، سواء كان بيض دجاج، رومي، بط أو وز، وبنقارنه باللبن سواء كان اللبن الجاموسي أو اللبن البقري، لأن احنا قلنا إن الواحدة من البروتين بتاع الدجاج أقل سعر، يليها مباشرة كتكوت التسمين، يليها مباشرة اللبن الجاموسي أو اللبن البقري. فعايزين نقارن كده البيض بتاع الأنواع المختلفة من الدواجن بالألبان ونشوف مين اللي قيمته الغذائية تتفوق. بداية هنلاحظ إن البيض بيستعمل في غذاء الإنسان وبيعتبر غذاء كامل يتساوى مع اللبن تقريبا، لأنه بنلاحظ إن هو غني في البروتين، والبروتين بتاعه القيمة البيولوجية أو القيمة الغذائية بتاعته عالية. طيب هي ليه القيمة البيولوجية بتاعت بيض الدواجن بتبقى عالية؟ لأن البروتين بتاع الدواجن بيحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة إن بيحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية للعمليات الإيه؟ الغذائية أو العمليات البيولوجية المختلفة داخل جسم الإيه؟ الإنسان. ولاحظوا إن في التركيب الكيماوي بتاع البيض إن البيض تقريبا بيحتوي على جميع العناصر الغذائية إلا حاجة وحيدة، تقريبا البيض بيكون فاشل في إنه يحتويه، ألا وهو فيتامين سي أو اللي هو فيتامين جيم. تقريبا بيض الدواجن زيرو فيتامين جيم. لاجل كده دايما لما بيكون واحد تعبان او مريض ويروح يكشف عند الدكتور ويكون عنده نزله برد ولا حاجه، الدكتور يقول له ما تاكلش بيض. ليه ما اكلش بيض يا دكتور؟ لان الانسان التعبان دوت عايز حاجه ترفع المناعه. من اهم العوامل اللي بترفع المناعه اللي هو فيتامين سي. طيب البيض اصلا ما فيهوش فيتامين سي، فعايز الراجل يديله حاجه تكون غنيه في فيتامين سي او اللي هو فيتامين جي. فهنلاحظ ان البيض بالرغم ان هو غني في العديد من العناصر الغذائيه الا انه بيكون فقير تماما في فيتامين سي، وبيحتوي على نسبه عاليه من المعادن. هنلاحظ ان البيض غني في الحديد وفي الفوسفور والكالسيوم والمعادن النادره. طيب الصفار بتاع البيضه زي ما احنا درسنا قبل كده في سنه اولى بيشكل تقريبا حوالي تلت وزن البيضه، يعني من 30 ل 33%، ده عباره عن نسبه الصفار من الوزن الكلي للبيض. والبياض بتاع البيضة التلتين تقريبا أو أقل قليلا، يعني حوالي من 57 ل 60% من وزن البيض. طيب في عندنا تقريبا من حوالي من 9 ل 12% أو متوسط 10%، ده عبارة عن الوزن بتاع القشرة والغشاء بتاعها وطبقة الكيوتيك اللي بتكون عليه. وطبعا النسب اللي أنا قلتها ديت بتختلف من سلالة لسلالة ومن نوع لنوع، في اختلاف كبير جدا. ده مش كده بس، ده لاحظوا كمان ان نسبة الصفار للبياض ممكن تختلف زي ما اتكلمنا في السمان، وكنا بنقول ان بيض السمان يتميز بعكس بيض الدواجن. اذا كان بيض الدواجن ان الصفار التلت والبياض التلتين، لا هنلاحظ ان في السمان بنلاحظ ان الصفار هو اللي ممكن يكون التلتين والبياض يكون التلت، لان بيض السمان بيتميز بارتفاع نسبة الصفار الى البياض. طيب بنلاحظ كمان ان بالرغم ان بيض الدواجن زي ما بقول قيمته البيولوجية عالية، بس بقول لكم خلوا بالكم لأن الصفار بيحتوي على عناصر كتير زي فيه بروتينات وكربوهيدرات، بس وجدوا إنه بيحتوي الصفار دوت على نسبة عالية أوي كبيرة من الدهون. فممكن استخدمه في تغذية الصغار، إنما خطورته أوي في تغذية الكبار. ما ينفعش أخلي الكبار يصرفوا في التغذية على بيض الدواجن، لأنه بيحتوي على نسبة تقريبا في حدود من 2 من 10 ل 7 من 10 من الاسترولات، او ما يعادل 1.6% من الاسترول اللي هي اهمها طبعا الكوليسترول. طيب لو جيت ابص بقى للجدول زي ما انتم شايفين كده، بيض الدواجن نسبه الرطوبه 74%، يعني تقريبا نسبه الماده الجافه في حدود 26%، ونلاحظ ان نسبه الرطوبه بتبدا تقل، ولكن في اللبن البقري واللبن الجاموسي وصفته ان هو بيبقى سائل تماما نسبه الرطوبه بتبقى عاليه شويتين، وعلى هذا الاساس بتكون نسبه الماده الجافه قليله. اجي ابص لنسبة البروتين، هنلاحظ ان بيض الدجاج، الرومي، البط، الوز عالية اوي نسبة البروتين، بنتكلم في حدود 13% وقد تصل ل 14% بيض الاوز، انما في اللبن البقري والجاموسي احنا بنتكلم في حدود نسبة 4%. نسبة الدهون زي ما احنا شايفين بالرغم من اللبن الجاموسي كنا بنقول نسبة الدسم فيه عالية، ولكن نسبة الدسم وان وصلت 8% في بعض انواع سلالات اللبن الجاموسي، ولكن الدجاج
البيض بتاعه بيتميز بارتفاع محتواه من الدهون اللي ممكن توصل لحوالي 14% زي حضراتكم ما شايفين. نسبة الأملاح بنلاحظ برضو إن الأملاح ممكن تكون أعلى نسبيا في البيض بتاع الدواجن، عشان القشرة بالذات معظمها بيكون عبارة عن كالسيوم، يعني كربونات كالسيوم أو فوسفات كالسيوم. ده بالنسبة للأهمية الغذائية للبيض بتاع الدواجن. بعد كده نخش على الأهمية الغذائية للحوم الدواجن. طبعا اللحوم بتاعة الدواجن كتأكيد التسمين قلنا الوحدة الإنتاجية بتاعتها تالي مباشرة في التكلفة الوحدة الإنتاجية من البيض، وبتكون أقل كثيرا من اللبن. فهنلاحظ إن أنا لو عملت عملية مقارنة سريعة جدا كده ما بين لحم الدجاج ولحم الماشية بالنسبة للطاقة، هنلاحظ إن نسبة الطاقة زي ما احنا قلنا هي أقل، وبالتالي فهي مفيدة في تغذية كبار السن ومرضى القلب مقارنة باللحوم الماشية أو اللحوم الحمراء. نسبة الرطوبة في لحم الدجاج أعلى من اللحوم الماشية، وده هيدي طراوة للحم الدجاج وسهولة عملية التغذية عليه، فلأن أحس بطراوة اللحوم. نسبة البروتين في لحم الدجاج تفوق نسبة البروتين الموجودة في لحم الماشية، وعلى النقيض نسبة الدهن اللي موجودة في لحم الدجاج أقل من اللي موجود في الماشية، وبالتالي هتكون مفيدة جدا في تغذية الإنسان، لأن زي ما انتم شايفين قيمتها الغذائية عالية جدا، من حيث محتواها من البروتين عالي ولكن محتواها من الطاقة ومن الدهون بتكون قليلة. وطبعا التركيب الكيماوي اللي حضراتكم شايفين ده هو بيختلف طبعا من عمر العمر، يعني لو كان لحم الدجاج عن التسويق لو عمر صغير شوية هيختلف، كبر شوية هيختلف. ده لحوم الدواجن بتختلف من نوع للتاني، لو انا بتكلم على كتاكيت لحمة او بتكلم على رومي او على بط او على ده كله التركيب ده هيبدأ يختلف طبقا للجدول اللي حضراتكم شايفينه. فلو جيت اشوف مثلا عندي كتاكيت اللحم والروم والبط والاوز كأهم المصادر المخصصة لانتاج اللحم، عمر الذبح طبعا في كتاكيت اللحم زمان كان 52 يوم، انما النهارده احنا بنتكلم في 35 42 يوم بالكتير. الرومي عند 180 يوم، البط لو انا هسبعه عن 56 يوم، الوز 63 يوم. وقمت جاي ذابحهم كده وعملت عملية تحليل عشان اشوف نسبة البروتين، هنلاحظ ان الروم بيتفوق في نسبة البروتين، يليه كتاكيت التسمين ثم الاوز ثم البط. الدهون هنلاحظ ان البط والوز حاجة رهيبة جدا في محتواهم من الدهون، وبرضو الروم كما تفوق في نسبة البروتين هيتفوق في انخفاض محتواه من الدهون. بالنسبة للعناصر المعدنية تقريبا بيكونوا متشابهين. طيب ايه هي بقى العوامل اللي ساعدت او ساهمت في تطور صناعة الدواجن على مستوى العالم؟ لو رجعنا بالذاكرة الترم اللي فات كنا بنتكلم على ايه هي العوامل اللي ادت لتطور صناعة دجاج التسمين والعوامل اللي ادت لتطور صناعة دجاج البياض. هنلاحظ هما دولت العوامل دي مع بعضها لو حطيناهم مع بعض هيكونوا هما العوامل اللي ادوا الى تطور صناعة الدواجن على مستوى العالم. اول حاجة التغير في طرق الانتخاب والتهجين. زمان كان الناس في علم الوراثه كانت الدنيا صعبه شويتين، ما همش عارفين اسس توارث الصفات، ولكن مع تطور علم الوراثه وبالذات اللي اشتقينا منه علم تربيه الدواجن قدرنا بسهوله جدا ان احنا يعني ايه نحسن من برامج التربيه وبرامج على عمليه الانتخاب والطرق المختلفه للتهجين، وبالتالي قدرنا ان بسهوله جدا نعمل عمليه تهجينات متتاليه ونحصل منها على سلالات عديده، فبدا يظهر عندنا عدد كبير جدا من السلالات اللي ممكن نقدر نربيها بهدف انتاج اللحم او انتاج البيض. التغيرات في طرق الفأس. زمان كان التفريخ طبيعي، والتفريخ الطبيعي عرفنا انه كان له عيوب كبيره جدا. لما بدأنا نكتشف التفريخ الصناعي ونطور ماكينات التفريخ قدرنا ان احنا نفرخ على مدار السنة، ما بقاش التفريخ موسمي، قدرنا نفرخ اعداد كبيرة جدا قد تصل ل 100,000 بيضة في الماكينة الوحيدة، وبالتالي قدرنا نوفر عدد كبير جدا من الكتاكيت، المربين هيربوا اعداد كبيرة، هنحسن من الانتاج، وده طور من صناعة الدواجن على مستوى العالم. التغير في معدلات انتاج البيض. زمان كان برامج التربية بتدور على بعض السلالات المتخصصه في انتاج البيض زي سلاله الليج هورن الابيض او البني وتدخلها في الخلطات، ده كان بيجيب لي انتاج بيض وبس. بعد ما اكتشفنا ظاهره الهتروزس او قوه الهجين وان احنا نبدا نزوج سلالات متباعده وراثيا، ده كله ادى ان احنا نقدر نطلع سلالات انتاجها من البيض عالي. السلالات اللي انا بطلع انتاجها من البيض عالي ده بيخلينا نطلع امهات انتاجها من البيض غزير، وبالتالي البيض ده لما افرخه هيديني عدد كبير جدا من البيض. التغير في انتاج دجاج التسمين. زمان كان دجاج التسمين بنربي على الارض سلالات محدوده جدا، شركات محدوده جدا، ولكن بقى عندنا دلوقتي شركات عديده جدا، عدد سلالات كبيره جدا. كان تربيه دجاج التسمين 52 يوم، نزل بقى 42 يوم، النهارده بنتكلم في 35 يوم. كل ده نتيجه للتغير في طرق الانتاج، بعد ما كنا بنربي على الارض بقينا نربي بالبطاريات.
عندنا تطور برامج الإضاءة والحاجات دي كلها جوه عملية الإنتاج أدت للتركيز الشديد في الإنتاج، وبالتالي بدأت تحصل على عائد كبير قوي. ده برضو أدى إلى تطور صناعة الدواجن. التغير في كيفية التحويل الغذائي، وأنا بكلمكم من شوية على التحويل الغذائي كميزة من مميزات تربية الدواجن، كنت بقول لك 1.8 نزلت بقت 1.7، والنهارده بنتكلم في 1.56. فكل ما كفاءة التحويل الغذائي قلت، يعني هستهلك كمية علف أقل لإنتاج وحدة حيوانية واحدة، وبالتالي ده هيشجع المربين على الاستثمار في هذه الصناعة. التغير في المساكن وطرق والمعدات اللي بنستخدمها، زمان كان المعالف اليدوية والمسائل اليدوية، بربع على الأرض بنظام الفرشة العميقة، بستخدم العنابر المفتوحة. النهارده بقى عندي، لا عندي حاجة اسمها العنابر المغلقة، بربي فيها كثافات عددية كبيرة. العنابر المغلقة ديت كلها ممكنة بسهولة جدا، فيها مسائي، معالف، أجهزة تدفئة، بربي البطاريات، كل ده اوتوميتد كلها، وبالتالي ده ادى الى تطور صناعة الدواجن على مستوى العالم. التغير في طرق تسويق المنتجات، زمان هو الفرخة باخد البيض بتاعها احطه في طبق وابيعه، او ان اخد الفرخة وتنذبح في المجازر الالية او تسوق حية والراجل ياخدها بيته ويتصرف فيها. لا، النهاردة بقى في عندنا حاجة اسمها مجازر الية. المجازر الآلية بتاخد المنتجات بتاعت الدواجن وبتشكلها، بتعمل لها عملية تصنيع. النهارده عندنا لانشون الفراخ، النهارده عندنا الشاورما الفراخ، النهارده عندنا برجر الفراخ، النهارده عندنا البانيه بتاع الفراخ، عندنا الناجتس، عندنا اشكال مختلفه جدا كتيره جدا من اللحوم المصنعه من لحوم الدواجن. فالتغير في طرق تسويق المنتجات ده ادى الى تطور صناعه الدواجن. التغير في تصنيع وانتاج الاعلاف، لما كنا بنتكلم ان الاعلاف زمان عندنا اعلاف الناعم بس، والطائر عنده قابليه اختياريه بيختار الحاجات الصغيره ويسيب الناعمه مع عدد نمو قليله، ولكن مع تطور طرق التصنيع وان بدا يظهر عندنا الاشكال المختلفه من العلف، اللي هو العلف المحبب البلت او العلف المفتت الكريامبول، قدرنا ان احنا نضيف بعض الاضافات الغذائيه سواء اضافات عنصريه او اضافات غذائيه. كل ده ادى ان احنا نقدر نوفر كميات كبيره جدا من الاعلاف تغطي احتياجات هذه الطيور، مما ادى الى تطور صناعة الدواجن على مستوى العالم. النقطة الأخيرة ألا وهي التغير في الرعاية الصحية للقطيع. التغير في الرعاية الصحية للقطيع، زمان عندنا مصيبات الأمراض كانت كتيرة مش قادرين نتحكم فيها، ولكن مع التطور في الأمن الحيوي أو الهيجين أو البايو سكيورتي بقى عندنا وسائل كبيرة جدا بنحد بيها من إصابة القطعان. ده حتى لو حصل عندي اصابه او انا عايز اقي من الوصول المسبب للمرض او المرض، النهارده عندنا برامج التحصين. بعد ما كنت بحصن بالحقن ولازم امسك فرخه وكانت مجهده جدا للدجاجه ومجهده ليا، لا دلوقتي بمنتهى البساطه زي ما درسنا الترم اللي فات، انا ممكن اجيب التحصين وادوبه في الميه او استخدمه عن طريق الرش، وهبدا اوفره لكل الطيور في لحظه واحده. مجرد ان انا اعطش الطيور قبل التحصين بحوالي 5 ساعات، من 4 لـ5 ساعات، وابدا احط لهم التحصين في الميه، كل الطيور هتتهبل على الميه لانها عطشانه وهتشرب بسرعه جدا. هخلص التحصين في وقت قياسي من نص ساعه لحوالي ساعه، وكل الطيور هضمن ان هيوصل لها الجرعه بانتظام مقارنه بالطرق التقليديه القديمه، وبالتالي ما بقاش عندي مشكله. انا ممكن اقدر ادخل في العنبر بتاعي 20,000 فرخ وانا مش خايف من عمليه التحصين. انما زمان كان يبقى الراجل بيدخل ال 5,000 فرخ وحامل وقت التحصين، لما اجي حصل نيوكاسل عنده عمر 7 ايام او عنده عمر 21، الجمبورة عنده عمر 12 او 15 يوم، كان الراجل يبقى حامل الهم جدا وهو بيحصن او اليوم بتاع التحصين. ولكن النهارده التحصين بالنسبه له بقى حاجه تقليديه ما فيهاش اي مشكله خالص. فالتغير في طرق الرعايه الصحيه لقطعان الدواجن المختلفه ادى الى تطور صناعه الدواجن بصفه عامه. بكده طلابي نكون انتهينا من المحاضره الاولى، وخلصنا الفصل الاولاني اللي هو متعلق بمنتجات الدواجن واهميتها. وزي ما احنا قلنا في اول الفصل بسرعه كده، ان احنا درسنا الفصل ده هو علشان اديك تحفيز وتبقى عارف قد ايه ان الدواجن مهمه هي ومنتجاتها المختلفه، سواء انتاج لحمه او انتاج بيض، علشان بعد كده لما اقول لك ان احنا عايزين ننتج سلاله لانتاج اللحم ما تقوليش وانا انتج سلاله لانتاج اللحم ليه، اما اقول لك عايز انتج سلاله مخصصه في انتاج البيض ما تقوليش وانا هتعب نفسي ليه. لا، ده انت لازم تتعب نفسك، ده انت عرفت اهميه المنتجات ديت اهيت، والمنتجات ديت مهمه جدا في الدخل القومي للدول، مهمه جدا على مستوى الفرد وتنميه موارده الذاتيه. وبالتالي لما اقول لك تعالى النهارده انا وانت نشتغل، او نقول للباحثين بتوع تربيه الدواجن سواء في المراكز البحثيه او في الجامعات المصريه، ونقول لهم عايزين ننتج سلاله خاصه بينا في مصر مخصصه في انتاج اللحم او انتاج البيض، لا ده واجب علينا ان احنا نضافر الجهود كلنا
علشان نبدأ نفحص القطعان اللي موجودة عندنا ونعمل لها خريطة وراثية، ونبدأ نستنبط وننتج سلالات مخصصة في إنتاج البيض أو اللحم علشان نحسن من إنتاجنا ونزود الكفاءة الإنتاجية للقطعان المحلية بتاعتنا. بكده نكون انتهينا من المحاضرة الأولى. أشكركم لحسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.